وإلى الأخبار المحلية، حيث قرر مسؤولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر السفر بطائرة خاصة إلى روسيا لخوض منافسات كأس العالم، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو. وكشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أنه تم حسم موعد السفر إلى روسيا يوم 10 يونيو بطائرة خاصة استعدادا لضربة البداية يوم 15 من نفس الشهر أمام أوروغواي، ثم روسيا يوم 19 والسعودية يوم 25. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر تأجيل إعلان قائمة الفريق لمعسكر سويسرا، والذي يقام في الفترة من 19 إلى 27 من مارس الجاري إلى غد الثلاثاء، بعد أن كان مقررا إعلانها اليوم الاثنين. وجاء قرار كوبر بسبب تواجده في السعودية لحضور بعض مباريات المصريين المحترفين للدوري السعودي عن قرب، تمهيدا لضم بعضهم لمعسكر الفراعنة المقبل والذي سيتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان بمدينة زيورخ السويسرية يومي 23 و27 من مارس الجاري.